الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، استعين بنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمانا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وكنا في فصل في الجنائز، انتهينا فيه بعد تغسيل الميت، لأنه يجب في الميت عند المسلمين 4 أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وداخل فيها 5 اللي هي حمله، لأن حمله مدرجة يعني علشان كده بعض العلماء قال لك يجب فيه 5 أشياء، اعتبر أن الحمل يعني عدها كواجب منفصل، ولكن معظم كتب المختصر يقول لك يجب فيه 4 أشياء، اللي هي غسله، وانتهينا من غسله، وقلنا ان هناك نوعان لا يغسلان، وهو الشهيد في معركة الكفار لا يغسل، وكذلك السقط الذي لم يبلغ 6 أشهر ولم يستهل بالإجماع، قبل 6 أشهر بالإجماع في المذهب، وبعد 6 أشهر بعض العلماء في المذهب قالوا لأنه ظهرت خلقته يجب فيه التغسيل أيضا. والراجح عند المذهب عندنا أنه طالما لم يستهل صارخا يبقى لا يجب الصلاة عليه، ولكن يجب تكفينه ودفنه، وطالما لا نصلي عليه يبقى لا يغسل، لأن الغسل جزء من الصلاة على الميت، لا يصلى على ميت لم يغسل، فإن لم نغسله لا يصلى عليه. وانتهينا من موضوع الغسل بتفاصيله، ووقفنا على تكفين الميت، كيف نكفن الميت. قوله ويكفن الميت ذكرا كان أو أنثى، بالغا كان أو لا، في 3 أثواب بيض، وتكون كلها لفائف متساوية طولا وعرضا، تأخذ كل واحدة منها جميع البدن، يعني بتحط 3 طبقات مربعة طولها قد عرضها، وتحط الميت عليها وتلفه طبقة طبقة، دي 3 طبقات سهلة كده. طبعا الطبقة القيمة او تخليها هي في الخارج خالص، اللي هي بتلمع مثلا او حاجة، تبقى الخارجية عشان تبقى هي الشياكة، والطبقة اللي هي اقل بتبقى هي الملاصقة للميت زي الدمور، البفتة، الحاجات اللي هي بتبقى ارخص، وفي نفس الوقت بيبقى انعم على البدن برضه. وتكون كلها لفائف متساوية طولا وعرضا، تأخذ كل واحدة منها جميع البدن، ليس فيها قميص ولا عمامة، يبقى هنا بيتكلم على أقل الواجب أو أكمل الواجب. أكمل الواجب 3 أثواب، أكمل الواجب، أقل الواجب ثوب واحد، ده أقل الواجب، يبقى أكمل الواجب 3 أثواب، ويجوز أنك تضيف ليها قميص وعمامة. ليس فيها قميص ولا عمامة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب سحولية، بيض سحولية نسبة لمدينة اسمها سحول في اليمن بتنسج هذه المنسوجات، كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من غير قميص ولا عمامة. القميص اللي هو الجزء اللي بيستر أعلى البدن، بيبقى حاجة كده بتلف بيها أعلى البدن لوحده، وفي حاجة اسمها الإزار اللي الناس العوام دلوقتي يقول لك الوزرة، لو حضرت أنت تكفين ميت يقول لك هات الوزرة،
فالوزرة دي اللي هي بتستر ايه اسفل البدن اللي هي الازار، يبقى في حاجة اسمها ازار اللي هو ايه الوزرة بلغة المصريين، وفي القميص اللي هو بيستر اعلى البدن، وفي العمامة اللي هي بتلف حول الرأس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في 3 أثواب بيد سحولية نسبة للمدينة من غير قميص ولا عمامة، فقلنا أن هذا أكمل الواجب اللي هو إيه ما فعل في النبي. طب هل يجوز الزيادة؟ يجوز الزيادة، نحط قميص وعمامة وإزار ما يجراش حاجة، طالما الميت يعني ليس مفلسا ولا محجورا عليه وعنده أموال تفرقش ماله ما يجراش حاجة، وبموافقة الورثة، الورثة موافقين لأن انتقل ماله إلى الورثة، فممكن الورثة يكونوا بخلة هو تارك مال يقول لك احنا هنعمل فيه أقل الواجب، ما يجراش حاجة اعمل فيه أقل الواجب. عيال فنجرية كده حلوين مبسوطين يقول لك لا احنا هنعمل فابونا اللي احنا يا خلاص حط له قميص وعمامة وإزار، خدت بالك؟ يجوز. وإن كفنا الذكر في 5 يبقى ضفنا على 3 إيه؟ وزرة اللي هو الإزار والقميص، والقميص مع العمامة بيحسبوه معاهم. ليس فيها قميص ولا عمامة، وإن كفنا الذكر في 5 فهي 3 المذكورة وقميص وعمامة، يبقى مش حاسبين الإيه؟ الإزار اللي هي الوزر. إنما المرأة في 5 أثواب، لأن 5 أثواب للمرأة أستر. اتفضلي فيه. المرأة بالنسبة لها تكفن في 5 أثواب أستر لها. أو المرأة في 5 فهي إزار وخمار وقميص ولفافتان، فهي إزار وخمار وقميص ولفافتان كاملين بقى تلف البدن كله تستوعبه بعد الحاجات. يبقى الإزار اللي هو ايه أسفل البدن، والخمار أعلى البدن اللي هو واخد الرأس، والقميص اللي هو ياخد ايه من أول جذع المرأة إلى ثديها وكتفيها. وأقل الكفن ثوب واحد يستر عورة الميت على الأصح في الروضة وشرح المهذب، لأن في وجه يقول لك إيه أقل الكفن ما يستر عورته بس، ما يستر عورته، لكن إحنا عندنا الراجح في وجهين، أقل الكفن ما يستر العورة، وجه تاني في المذهب أقل الكفن ما يستر البدن كله، فقال لك لأ إحنا نرجح وجه اللي بيقول إيه ما يستر البدن كله. لأن حق الله ستر عورة الميت، وحق الميت ستر جميع بدنه، لأن بعد وفاته يعتبر بدنه سوءة. كيف أواري سوءة أخي؟ يعتبر أن نفس الجثة دي بقت سوءة. فيبقى حق الميت أنك تستر جميع بدنه، وحق الله أنك تستر عورته. فيبقى إيه؟ هذا كله يجتمع في ثوب واحد يستوعب كل البدن. عشان كده ده الأصح. ويختلف بذكورة الميت وأنوثته. ويكون الكفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته، يعني هو بيلبس القماش ده في حياته ويتكفن بيه ما يجراش حاجة. اللي يحرم الحرير على الرجل يبقى يحرم أن يكفن في حرير لأنه لا يلبس الحرير. يجوز للمرأة أن تلبس الحرير في حياتها يبقى يجوز أن تكفن في حرير لأنه، وهكذا. وكده إيه خلصنا موضوع الكفن في شرح ابن قاسم الغزي. نقرأ بقى كلام الشيخ البيجوري، يقول: ويكفن الميت أي بعد غسله أو بدله، يعني يكفن بعد الغسل أو بدل الغسل اللي هو التيمم، يعني لو ما لقيناش مية أو إن الميت يتهرى لو غسلته، كان يكون محترق مثلا أو بقى له مدة في التلاجة على ما صرحوا بدفنه فيكون تهرى وابتدى يحصل فيه تغيرات، فلو غسلناه يتهرى يبقى ساعتها هنيممه. يبقى أي بعد غسله أو بدله، بدل الغسل اللي هو التيمم. ويسن أن يكفن بمغسول لا جديد. السنة أن تبقى الأثواب بتاعته مستعملة سابق، زي ملاية سرير استعملوها قبل كده وغسلوها أو حاجة من كده، ليست جديدة، لأنه للصديد. وأن يذر على الكفن، برضو دي سنة تانية، وأن يذر على الكفن يعني يرش عليه كده، وعلى الميت نفسه قبل ما يتلف حنوط، وهو نوع من الطيب. وأن تشد ألياه بخرقة، ولما تيجي تلف الميت بعد ما تلفه تيجي عند الإليتين كده تروح رابط رباط حزام بخرقة تفكه لما إيه ينزل القبر. وأن تشد ألياه بخرقة، وأن يجعل على منافذه
ومحل سجوده قطن عليه حنوط، ويحط برضو ايه في الانف قطن، في الاذن قطن، في الفم قطن، في فتحة الشرج قطنة. ليه؟ علشان مع نقله ما يخرجش نجاسات فلا يلوث. يبقى دي برضو سنن مش واجبة، كل دي سنن. ومحل سجوده يتحط على محل السجود برضو ايه قطن عليه حنوط، يعني عليه طيب، تكريما له. وان يشد على الكفن بشداد خوف الانتشار عند الحمل، يعني مخافة ان الهدوم بعد القماش بعد ما لفته على الميت من غير ما تربطه كده تقوم انت بتشيله ينتشر تاني يتفتح، فتروح ايه عامل كذا حزام كده عشان تربط بحيث اما تيجي تشيل الميت ما يتفتحش تاني الثوب. خوف الانتشار عند الحمل الا ان يكون محرما فلا يشد، الا لو كان محرم فلا يجوز انك تشد عليه شد، علشان ايه لا يجوز عند الميت المحرم انك انت تعمل حاجة محيطة به، لانه بيبقى حكمه حكم المحرم. ويحل الشداد في القبر، والحاجات الشداد دي كلها دي بس علشان فترة الحمل والنقل من مكان المغسل الى الخشبة، والخشبة تحمل الى القبر ويطلع منها حتى يتناوله من يدفنه. كل المراحل دي ممكن يتفك الكفن، فيبقى انت بتستعملها لحد كده. اول ما تحطه بقى في لحده او في شقه حسب الدفن في اللحد او الشق، هنيجي في الدفن بقى نشرح كيف اللحد وكيف يكون الشق، تقوم بعد كده بتفكها، بتفك الحاجات دي. ويحل الشداد في القبر وكره مغالاة في الكفن، مكروه مش حرام. يجيب كفن بقى غالي، اثواب غالية، وهو راجل غني، نقول له مكروه بس لكن مش حرام. امتى حرام؟ لو كان مديون، يعني مديون والناس عايزين اموال ولا يترك سداد لدينه كافي، وبعدين كمان نغالي في كفنه، يبقى كده حرام لان ضيعنا حق الغرماء. وكره مغالاة في الكفن لخبر لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. ويكره اتخاذ الكفن، يعني يكره ان الواحد يحتفظ بكفن ويشيله عنده في الدولاب، ده معناه اتخاذ الكفن، اتخاذه يعني اقتنائه قبل الموت ويشيله عنده. الا امتى بقى؟ امتى؟ الا من حل، يعني يكون من حلال، امواله حلال واشتراه مخافة ان حد يكفنه بمال فيه شبهة، فهو شاريه من مال حلال هو متأكد انه حلال وشايله عنده علشان ايه اما يكفن من مال حلال، يعني ليه غرض شرعي، انما لو بغير غرض شرعي يبقى يكره. او من اثر صالح، او كان ليه راجل قريبه او راجل صديقه او شيخه كان مديله عباية بتاعته هدية، وكان الراجل ده ولي وراجل صالح فيشيله عنده يقول لك اتكفن بيه، فيبقى شايلها برضه ايه من هذا الباب يعني. او من اثر صالح وللوارث ابداله، وممكن بعد ما يشيله ده كله يجي الوارث كمان يقول لا 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 مش هنكفنه فده، ده غالي، لا نجيب له حاجة تانية، لانه انتقل الى ملك الورثة، يعني بمجرد خروج روحه انتقل الى ملك الورثة، فالورثة ان لم يجيزوا يبقى هما بيتصرفوا في ملكهم كويس، لكن طبعا يستحب لان ورثة يبقوا دمهم تقيل شوية يعملوا الحركة دي، لكن لو فعلوها من حقهم شرعا. وليس كل حق انت تعمله على فكرة، لان في حاجة اسمها التعامل بالفضل وفي الاحسان وفي حقه ان انا برضو انفذ وصيته وهكذا، ففي المعاملة الحسنة دي مطلوبة، لان الحق والمستحق ده برضو بيضايق الناس لما يكونوا اقارب بعض، لان الاقارب عايز منك الفضل، مش عايز الحق والمستحق، عايز تعامله بالفضل والإحسان، يقول لك ده بيعملني زي الغريب، يعني لما تيجي تعامل أخوك في المحاسبة زي ما بتعامل شريكك في الشركة الغريب يزعل أخوك منك، والتاني ما يزعلش لأنك مش هتاخد حقه، لكن أخوك لا، ده أخوك عايز ياخد أزيد من حقه لأن ده بيتعامل مع أخوه. حسابك كام بالكالكوليتور كده؟ 4000 جنيه، طب خد الخمسة دي ينبسط، أنا أخوه بقى، أنا هديني 4000 كده بالعدد وهيعاملني كده معامل لأن ده أخوك،
انما الغريب خد دي له الاربعه خلاص ما يجراش حاجه. يبقى ده عادي يعني، معروفه الحكايه دي. وبتلاحظها الحكايه دي لما تبقى من الوارث وبتقسم الارث على اخواتك، وتيجي تعملهم بالكالكوليتور يبقوا متضايقين منك بس مش قادرين يتكلموا، مكسوفين، لكن حاطين يقول لك، يقولوا بين بعضهم وبعض ده بيعاملنا زي الغرب، يبقوا متضايقين من جواهم. وان كنت ما خدتش انت حق غيرك، ده انت ماشي راجل ايه، ده انك قد كده وخايف من ربنا. لكن ايه، ربنا برضو قال لك الاحسان، قال لك ايه الاحسان، تحسن للايه، للغريب، فما بالك القريب. عشان كده العدل مطلوب مع الكافر، والإحسان مع المسلم مطلقا، والفضل مع الرحم، الفضل ده فوق الإحسان كمان. يبقى العدل مع الكافر، لأن اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فما تظلموش، ده لو كافر ما تظلموش برضه. إن الله يأمر إيه؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يبقى بيأمر بالعدل مع الكافر والإحسان مع المسلم، والله يحب المحسنين. اما تتعامل مع محسن تحسن اليه، غير اما تتعامل مع يهودي، اليهودي ما تظلموش، والمسيحي ما ظلموش، والبوذي ما ظلموش، لكن اما تعمل مع مسلم يبقى فيه احسان بقى، يعني ده مسلم ليه حق زائد. طب بتعامل مع مسلم وقريبي كمان، يبقى لا، ده فوق بقى، فوق الوصف بقى، اسمه الفضل بقى، وهو فوق الاحسان. وعشان كده هنا الفقيه بيتكلم في أبواب الحق والمستحق، كتب الفقه. لكن كتب بقى الإحسان، كتب التصوف، بتكلمك في الإحسان وفي الفضل في مجال تاني، بتنقلك نقلة تانية، بترقيك. يبقى الفقيه يبحث في الحق والمستحق، الحلال والحرام. إنما الصوفي يبحث في إيه الأفضل، إيه الأفضل. خدت بالك ده الفرق بين الصوفي والفقيه. عشان كده الصوفي اللي بيبحث في هذا تلاقيه من المقربين، والفقيه من أصحاب اليمين. فرق بين أصحاب اليمين وبين المقربين، مش كده برضه؟ فربنا يجعلنا من المقربين. فمش تقول لهم إيه، أنا قريت على فكرة في كتاب الفقه إن أنا مش ملزم إن أنا أدفن أبويا بالكفن اللي شايله في الدولاب. أيوه يا سيدي، أيوه مظبوط. لكن ده أبوك، وأبوك ليه زائد فضل عليك. أنت تنفذ وصيته ولو بالإشارة، فهمتني إزاي؟ ده من باب الفضل بقى، تقوم تاخد ثواب بر. فهمت بقى الفرق بين اللي ياخد لك الأحكام من كتاب الفقه ويبتدي ينفذ، يعك الدنيا لعلمك بقى، هيعك الدنيا. ونعرف ناس في الإرث كانوا يقعدوا يقروا في كتاب الفقه ويبتدي يقعد يقسم الإرث، لما عمل قطيعة بينه وبين إخواته وهو ماشي بكتاب الفقه. لكن لما تمشي بكتاب المتصوفين في الارث، يا يحبوك، يشيلوك في عينيهم، يشيلوك في عينيهم. يجي اخوك يقول لك انا عايز الشقه اللي على النيل، وخد انت الشقه اللي في الصحراء، حاضر خدها اللي على النيل، ما يجراش حاجه، يحبك يشيلك في عينيه طول عمره. لما تقول له لا، انا هاخد نص الشقه اللي على النيل وهدي لك نص الشقه اللي في الصحراء ونفتحهم على بعض، طب ازاي تفتحهم على بعض؟ ما ينفعش. يبقى انت قلقت راحته وقلقت راحه نفسك، قلقت راحته وقلقت راحه. لا، هتطول انت النص، هتضطر في الاخر تبيعه دي وتبيعه دي وتقسمه، صح؟ يبقى خسرته الاثنين. لكن اما تسيبه هو متشبث باللي على النيل دي، ما جراش، هاخدها يا سيدي، ما هو اخوك برضه، هتروح تزوره وتبات عنده وهتنبسط، ده يعني هيفرح بيك قوي يوم ما تتنازل له، يدي لك مفتاحها كمان. فهمت ازاي؟ ليه؟ لانك عملته بالفضل، يقوم هو يبقى محرج منك، يعاملك بالفضل وزياده. انما نخش بقى بالمحاكم وقله الادب اللي بتحصل بين الورثه دي، ما يليقش، قله ادب وقله ديانه. واخد بالك؟ فلازم الحكايه تبقى سهله. وعشان كده هنا خد بالك ان بيقول لك الشيخ هنا فلا يجب عليه تكفينه فيه، يعني فلا يجب على الوارث تكفينه في اللي كان محتفظ بيه. فهمتني ازاي؟ لا يجب عليه، مباح، لكن خد بالك ان ده سوء عشرة، سوء عشرة، لأنه ينتقل له بالموت بخلاف القبر. طب لو هو اتخذ لنفسه قبر، مش كفن بقى، احنا قلنا الكفن لا يجب لكن يستحب انك تكفنه فيه لانه انتقل. طب هو اتخذ لنفسه قبر، يجب انك انت تدفنه فيه،
اشترى لنفسه قبر ووضبه بحيث خده على ناصية كده ترد الروح، عشان لما يدخل فيه ترد الروح. وصرف عليه وعملوا سيراميك وجرانيت ووضبه اخر توضيب، وحط فيه انتريه عشان كمان الزوار اللي يزوروه يقعدوا يستريحوا يقروا قرآن ويدعوا له، موضب لهم القعده عشان يعني يشجعهم يجوا يزوروه يتونس بيهم، فما يجراش حاجه. بخلاف القبر فإنه يسن اتخاذه ويحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن. يبقى في حاجات تحرم وحاجات تجوز وفي حاجات تجب، تاخد بالك من حاجة. ويحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن نفسه، لأن هتكتب على القرآن على الكفن والكفن هيتلوث بإيه؟ بتغير الميت، ودي نجاسات، فما يصحش إنك أنت تكون سبب في إن النجاسة تأتي على كلام الله. ويحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له عن صديد الموتى، كما أفتى به ابن الصلاح ومثله كل اسم معظم. ولا يكتب كمان على الكفن اسم أي اسم معظم، اسمه إبراهيم، اسمه محمد، اسمه عبد الله، دي كلها أسماء معظم، فما يليقش إنه يكتب. أفتى به ابن الصلاح، ما هو شافعي. يعني المحدث المحدث لأنه شافعي أصلا. ومثله كل اسم معظم، فاحفظ ذلك، فإن كثيرا من الناس يفعله ويعتقد نفعه. يعني في ناس كتير تروح كاتبة بعض القرآن على الكفن كده، إيه من باب يعني النفع ده العوام، ما تعملوش أنت، خد بالك. قوله ذكرا كان أو أنثى، بالغا كان أو لا، لكن يجوز تكفين الأنثى والصبي بالحرير أو ما أكثره حرير أو مزعفر، لأنه يجوز لبسهما له في الحياة، بخلاف الذكر البالغ. البالغ ده مكلف، الصبي مش مكلف، الصبي ممكن يلبس حرير لأنه غير مكلف، فلو مات صبي وحبيت تكفنه في حرير كفنه في حرير، لأنه يجوز لبسه في حال حياته يبقى يجوز تكفينه فيه، لكن لو كان بالغا يبقى لا يجوز، لأنه لا يجوز لبسه له في الحياة اللي هو البالغ الذكر. وسيأتي أن الكفن يكون من جنس ما يلبسه الشخص في حياته، حتى يجوز تحلية الأنثى والصبي بحلي الذهب والفضة ودفنه معهما، حيث رضي به الورثة الكاملون. ولا يقال إنه تضييع مال وهو حرام، لأن نقول إنه تضييع مال لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه. يعني افرض ان هو اوصى او هي اوصت يعني المرأة، ادفنوني بالدبلة بتاعتي والخاتم بتاعي ده، يجوز ادام هي وصت والورثة موافقين، واخد بالك، طالما الورثة موافقين بالشروط دي وطالما هي اوصت. يقول لك ما هو ده تضييع، هو مش تضييع ده غرض، هي ليه الميت له غرض في هذا وده ماله والورثة وافقوا، تيجي انت تتدخل ليه تقول لهم بقى حرام؟ انت مالك؟ الإنسان بيتصرف في ماله، خدت بالك؟ لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه. ومحل حرمة تضييع المال إذا لم يكن لغرض، فإن كان لغرض فهو جائز لكنه مع الكراهة، مع الكراهة، لأنه إيه؟ غرض غير معتبر، غير معتبر، فيبقى مش جائز يعني 100% كده صافي، لا جائز بس مع الكراهة. فالأفضل الواحد ما يوصيش حاجة زي دي تتعمل فيه. قول في ثلاثة أثواب، ليس المراد بها ثلاث قمص فلا تكفي، بل المراد بها ثلاث لفائف وهي واجبة إن اقتصر عليها، يبقى ده أكمل الواجب. وكان الكفن من ماله، بالشروط دي واجبة لو اقتصر عليها، وكان الكفن من ماله وليس محجورا عليه بفلس، كل دي قيود. فإن لم يقتصر عليها جاز لفافتان وإزار وقميص وعمامة في الرجل، وهي أفضل من ثلاث لفائف وقميص وعمامة. يعني ممكن تخليهم بدل ثلاث لفائف تخلي لفتين كاملين، وتيجي في اللفة الثالثة دي تروح قاسمها نص نص، تخليه إزار والنص الثاني تقسمه نصين، يبقى ربع قميص والربع عمامة. أحسن ما تخليهم ثلاث لفائف كده، ده الأفضل يعني. وهي أفضل من ثلاث لفائف وقميص وعمامة، اللي هم يبقوا خمسة يعني.
ليه؟ لان هنا راعينا الثلاثه اللي هي سنه النبي، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في ثلاث اثواب، ومع ذلك فالافضل الا يكون في الكفن قميص ولا عمامه. ليه؟ لان كفن النبي كده صلى الله عليه وسلم، حتى سيدنا ابي بكر لما كفن كفن كده، سيدنا عمر لما كفن كفن كده برضه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل. ومع ذلك فالافضل الا يكون في الكفن قميص ولا عمامه، فان كان لم يكره لكنه خلاف الاولى. خلاف الاولى حاجه اخف بين الكراهه وبين المباح، يسموها خلاف الاولى، لكن بعد الكراهه تلاقي التحريم. والافضل في المراه والخنثى لفافتان وازار وخمار وقميص، وهي الخمسه الاتيه. وان كفنا من غير ماله، طب لو كفناه من غير ماله يعني هو ما تركش مال، فواحد من الورثه كده اللي هم اصلا مش هيورثوا حاجه لانه مشتري في حاجه، واحد من اولاده او حتى جاره قال انا هجيب له الكفن، يبقى كفنا هنا من غير مال، او جابوه من ايه، من بيت مال المسلمين او من المسجد اللي بجوارهم عاملين صندوق كده لتكفين الموت، يعني اتعمل من غير ماله. بان كفنا من مال من عليه نفقته، او من بيت المال، او من الموقوف على تجهيز الموتى، او من اغنياء المسلمين، فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن الا راس المحرم ووجه المحرمه. سهله دي؟ يبقى ده لما يبقى مش ماله يعني تبرع، يبقى نكتفي بثوب واحد يستر جميع بدنه ما عدا وجهه ان كان محرما، ما عدا راسه ان كان محرما، ووجهها ان كانت محرمه ايضا. الخنثى اللي هو غير معلوم الجنس، يعني مش عارفين النوع، يعني مش الجنس، لأن الناس كل البشر دول جنس واحد، ولكن الجنس نوعان، الجنس ينقسم إلى نوعان، بس العصر الحديث يسموها إن المرأة جنس والرجل جنس، لا غلط. المرأة والرجل جنس إنسان، والإنسان ينقسم إلى نوعان ذكر وأنثى. كويس؟ طب افرض بقى جالنا إنسان كده مش عارفينه ده ذكر ولا أنثى. يسموه إيه؟ مختلط الجنس. تشريحيًا أو فسيولوجيًا أو الاتنين معًا. فبيسموه خنثى، الفقهاء يسموه خنثى. تورثوا ازاي ده؟ نورثه ذكر ولا انثى؟ اتبع البولة الميراث، اتبع البولة الميراث، ودي حكمة قالتها حكيمة في الجاهلية وأقرها النبي بعد ذلك في الشرع الشريف، لأن كان زمان في الجاهلية قبل الإسلام برضو أن الذكر يورث غير الأنثى، فكان اما تبقى في القبيله واحد زعيم قبيله كان كبير وراجل غني انجب ذكور واناث، ومن ضمن المخلفهم خنثى، بقوا محتارين يقسموا على الخنثى دي نصيب ذكر ولا نصيب انثى، وهو واقف في النص مش عارفين. فراحوا للست الحكيمه دي من حكماء الجاهليه فقالوا لها كيف نقسم؟ قالت لهم اتبعوا البول الميراث، يعني شوفوه بيبول من اي عضو، إن كان عنده العضوين عضو الذكورة والأنوثة فشوف البول ماشي فين، فلو لقيت البول ماشي في الذكر يبقى يورث ميراث ذكر، لو لقيته بيخرج من فرج الأنثى اللي فيه يبقى إيه، يورث ميراث أنثى. فجاء الشرع الشريف أقر هذه الإيه، الحكمة الجاهلية القديمة، أتبع البولة الميراث. خدت بالك؟ تروح في ابو الريش، مستشفى ابو الريش بتاع الاطفال، تلاقي كل شهر كده يجي لهم حاله بالنوع ده، تبقى لسه مولوده، يحتاروا الدكاتره ويحجزوها بقى ويقعدوا يعملوا ابحاث عليها، ده ذكر ولا انثى ده، ويقعدوا بقى يعملوا ابحاث كتير. وعشان كده بيقول لك وان كفنا من غير ماله، بان كفنا من مال من عليه نفقته، يعني من مال من يجب عليه نفقته زي اولاده وكده، او من بيت المال، أو من الموقوف على تجهيز الموتى، أو من أغنياء المسلمين، فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة على المعتمد، وإن كان محجورا عليه بالفلس. وقال الغرماء يكفن في ثوب واحد، وقال الورثة يكفن في ثلاثة، وجيب الغرماء يعني هو محجور عليه عشان مدين، مدين يعني عليه ديون. كويس؟
وبعدين الورثة بتوعه قالوا لا احنا ازاي ده ابونا ده ازاي نكفنه في ثوب واحد، نكفنه في 3 اثواب. قام الغرماء اللي هم قالوا لا ثوب واحد بس كده هتضيعوا فلوسنا، ادونا فلوسنا الاول يبقى ننفذ كلام الغرماء لتعلق حق الايه حقهم في المال الميت، ولان مصلحة الميت سداد ديونه، مصلحة الميت سداد الدين اصلا، فيبقى لما نقدمهم بنقدم مصلحته والا هو هيسأل عن هذا. كويس. وقال الورثة، قال الغرماء يكفن في ثوب، وقال الورثة يكفن في ثلاث في ثلاثة. أجيب الغرماء بخلاف ما لو قال الغرماء يكفن بساتر العورة فقط، والورثة بساتر جميع البدن، فإنه يجاب الورثة. ليه؟ لأن قلت لك لتعلق حق الله وحق الميت. افرض الغرماء دول يعني بخلة قوي، قال لك لا يا دوب لفه بس نص التحتاني على قد عورته بس لحد ما ناخد فلوس، والورثة قالوا لا ازاي لازم نستر بدنه كله بثوب واحد، واختلف نقدم هنا الورثة ليه؟ لتعلق حق الميت للستر. فهمتني ازاي؟ ولو اتفقت الورثة والغرماء على 3، افرض الغرماء طلعوا عندهم شهامة كده قالوا لا وماله كفنوه في 3، خلاص يكفن في 3 سهلة يعني. ولو اتفقت الورثة والغرماء على 3 جاز بلا خلاف، ويكفن في 3 أثواب من ماله، ولو كان في ورثته محجور عليه أو غائب على المعتمد. يعني الكفن يبقى من مال الميت قبل التقسيم الإرث، لأن الميت لما بيموت اللي بيتركه يسموه تركة، ناخد من التركة دي تكاليف الغسل والتكفين والحمل والنقل والدفن، وبعدين ناخد منها كمان الديون اللي عليه للناس، وناخد منها أموال الزكاة للفقراء إن ما كانش طلع زكاتها، وناخد منها كمان تكاليف حجة لو ما كانش حج، وبعدين ناخد منها كمان الوصية لو كان أوصى. بعد ما يتبقى بقى اللي يتبقى بعد ده كله اسمه التركة، اسمه الإرث، هو ده اللي يتقسم على الورثة. خدت بالك؟ يبقى يتقسم على الورثة بعد ما تقسم الوصية والديون وتكاليف الدفن والكفن وكله، لكن المتروك كله قبل حاجة اسمه التركة، جاية من الترك، تؤخذ منها هذا اللي يقسم يسمى الإرث. لا لا تتوزع ليه، يطلعوا تكاليف حجة، واحد من الورثة يكون حج عن نفسه ياخدها يحج بيها عنه، ما تتقسمش. واحد من أولاده يكون حج عن نفسه فياخد المال ده ويشيله عنده عشان يحج لأبيه أو لأمه قبل ما يتقسم. كويس. أو هم ما حجوش كلهم عن نفسهم، يقوموا يأجروا واحد ويقطعوا له التذكرة والإقامة وكل حاجة، ويكون حاج جوه عن نفسه ويدوله تكاليف حجته ويقول لهم حج عن ابونا او عن امنا، يبقى كده عملوا. مستوى عادي زي مستواه هو، لو كان هيحج هيحج ازاي؟ لو هيحج زي كده بينام في الشارع ما يجراش حاجه، واخد بالك؟ مفيش داعي تطلعه مع الشركات الغاليه، يعني تبقى على مستوى حج قرعه، واخد بالك؟ دلوقتي حج القرعه ب 17,000، ما ده ادنى حج مثلا، فتروح شايل لك انت مثلا 17,000 وعليهم 3,000 كمان قول مصاريف هناك، يبقى تشيل له 20,000 وتقدم له في القرعه، واخد بالك؟ وخلاص ويطلع يسافر حج قرعه كويس ويتخانق هناك في عرفات عشان العربيات تتاخر، وبعدين يجي يبوظ الحجه بالخناقه ربنا يسترنا، ما بيتخانقش هناك الا المصريين، ما اعرفش ليه، تلاقي كل الحجاج من جميع الجنسيات قاعده هاديه ومبسوطه الا المصريين متزربنين وراهم مواعيد، هاي الاتوبيس اتاخر معايا ورا عيد، ايه ما انت جاي اصلا قاعد تحج وراك ايه. ايوه اتفضل. علي الاعاده يجب، يضمن. ما انت لازم كمان، انت ما تطلع واحد يحج، طلع واحد فقيه، ما تطلعش واحد كده يعني اي كلام عشان ما يفسدوش برضه وما يدراش بجهله، فتطلع واحد يكون عارف احكام الحج وحج عن نفسه قبل كده ويكون عنده امانه، ويفضل ان يكون عنده صله بالميت يعرفه علشان يبقى بيحج له بقلب،
مش واحد كده اجنبي عنه خالص. ايوه ممكن ما يجراش حاجة، في كل حاجة تبقى تجوز سهلة إن شاء الله. وممكن واحد يتطوع، يبقى معاك واحد صديقك كده ويعرف إن واحد ده صديقه ده والده مات وما حجش وهم طالعين يحجوا مع بعض، وصديقك ده حج 10 مرات قبل كده، يقول له خلاص أنا حج عن والدك واتحلت الإشكال ولبيك اللهم عن أبوه، بس يبقى والدك طول الحج بقى تشيل له شنطته وتوضب له كل حاجة. انا مره حجيت لواحد اسمه محمد عسقلاني في المانيال عن ابيه، وهو دفع لي التذكره والاقامه يعني، ورحت الكلام من سنه كام، سنه 98 1998. ومحمد عسقلاني ده محامي يعني، كان ضابط في الجيش وبعدين ساب الجيش وبقى محامي، يمكن اصغر مني كده بحوالي 10 سنين. فطول السكه بقى انا ابوك، شوف يعني شيل الشنطه حط الشنطه انزل هات لنا العشاء كده، انبسطت يعني معاه جدا الحمد لله. وحجيت عن ابيه يعني، شافوا واحد تاني بيحج فقاعد كل شويه يقول لك الستات فين، يقعدوا هنا، يروح قاعد مع الستات يدخل، فقالوا ليه كده؟ قال لهم اصل بيحج عن امي. دي نكت مصريه بقى يعني، ما فيش مانع منها يعني احيانا تتقال. فبيقول هنا بقى ايه، ولو اتفقت الورثة والغرماء على 3 جاز بلا خلاف، ويكفن في 3 أثواب من ماله، ولو كان في ورثته محجور عليه او غائب على المعتمد. لان المحجور عليه ده انت ما تعرفش تاخد رأيه، انت موافق ولا مش موافق ان يطلق، فهمتني ازاي؟ فممكن ده يكون سبب في ان بعض الناس تمتنع، يقول لك لا ما يمكن ده لو عائل المحجور عليه ده او كبير يرفض، لا برضه يقول لك حتى لو فيهم محجور، او في واحد من ورثاتي مسافر مش شرط اننا ننتظر او نتصل بيه ناخد رأي، مش مشكله. فقول المحشي تبعا للقليوبي في شروط وجوب الثلاثه ولا في ورثتي محجور عليه ضعيف، لان بعض العلماء في الحواشي زي البرماوي قال لو كان في ورثته غائب او محجور عليه ما ينفعش يبقى في 3، يبقى في 1. قال لك لا ده ضعيف، مش هو ده المعتمد. ولذلك نظر فيه الميداني، فمتى كفن الميت من ماله ولم يكن عليه دين مستغرق. يعني ايه دين مستغرق؟ يعني يستغرق جميع تركته. كفن في 3 وجوبا، حتى لو قال بعض الورثة يكفن في ثوب، لان احنا قلنا اكمل الواجب 3، وبعضهم في 3 كفن في 3. طب ولو بعض الورثة بعضهم قال لك ثوب واحد وبعض الورثة التاني قال لك 3، ننفذ 3. بل لو اتفقوا على ثوب وهو ما عندوش ديون مستغرقة ومن ماله، وجب أن يكفن في 3 على المعتمد، لأن كده بيبخلوا عليه في حقه وهو ماله، كويس؟ لأن الثاني والثالث حقه، فليس للورثة المنع منهما، فلا يجوز تركهما إلا إن أوصى به. والفرق بينهم وبين الغرماء أن حق الغرماء سابق، يبقى الورثة لو منعوا ما نمنعش، والغرماء لو منعوا نمنع. قال لك ليه؟ ليه قدمنا الغرماء؟ لأن الغرماء ليهم حق في المال هنا، لأن دول مدينين هنا مش سايب ديون، وانتوا ورثة ومن حقه ان كنتوا تحسنوا اليه تعملوا له اقل اكمل الواجب، خصوصا ان هو لم يترك ديون، واخد بالك؟ ادي المعنى. والفرق بينهم وبين الغرماء ان حق الغرماء سابق على حق الميت، وان منفعة صرف المال لهم تعود الى الميت، يعني تعود الى الميت بصرف المال الى الغرماء، لان انا بسدد ديونه بتخليص ذمته، بخلاف الورثة فيهما. الورثة مش كده، ويكون لون الثياب دي بيض بيض، يعني يجوز انك تكفنه في اي لون، لكن البياض سنة يعني. اين الدن؟ أيوة. لو ميت سكري كان عنده تكليف الدفن وزكاة وديون، ايهما أبنى؟ نبتدي الاول بالديون، بالديون ديون الناس، واخد بالك؟ وبعدين الدفن، الدفن يكون باقل ما يمكن،
يعني اقل المطلوب بدون بذخ، واخد بالك؟ نجيب كفن بدون بذخ، واذا كان عنده قبرين، قبر مثلا قريب فتكاليف النقل اليه بسيطه، وقبر تاني في بلد بعيده تكاليف النقل بعيده، نختار القريب، واخد بالك؟ وهكذا يعني نحاول نقيد شويه. لكن الديون تقدم لان حق الناس. الديون تقدم على الزكاه. ما هي الزكاه من الديون. الديون نوعين، ديون لله وديون للخلق، فتقدم ديون الخلق الاول ثم دين الله بعده، لان الله قد يغفر دينه، واخد بالك؟ لكن الخلق لا، فتبتدي الاول تخلصه من ديون ايه؟ البشر. والزكاه من ديون البشر لانها نصيب الفقير في مال الغني، فيعتبر ده دين بس لغير معين، واخد بالك ازاي؟ يعتبر دين برضه لحق البشر بس في غير معين فتخرج. انما الحج ده حق الله، فممكن تأجله ده للاخر. بيض اي ندبا، يعني البياض مندوب، يعني بالخبر البسوا في من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ويكره أن يكون في الكفن شيء غير البياض، كجعل نحو عصفر فوق رأسه أو أسفل قدميه، يعني يكره أن يبقى إيه كفنه ملون يعني. قول وتكون كلها لفائف أي وجوبا، ويسن أن يبسط أحسنها أولا عشان يبقى هو اللي في الظاهر، يعني أول حاجة تبسطها الأحسنة وبعدين الأقل فالأقل، وبعدين تنيم الميت فوق ده وتلف بحيث يبقى الأحسن هو أظهر حاجة. ويسن أن يبسط أحسنها أولا والباقي فوقها، وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا. مستلقيا يعني إيه؟ على ظهره كده على قفاه. وقول متساوية طولا وعرضا، يعني تبقى مثلا 3 متر في 3 متر عشان تبقى وافي. وفي كلام الشيخ الخطيب ما يقتضي سن أن تكون التي تبسط من تحتها أوسع من غيرها. الخطيب الشربيني قال إن التحتانية خالص تبقى أوسع شوية من اللي تحتها، عشان كل ما هتلف هيبقى إيه، هيحتاج حاجة أكبر تلف. ده كلام الخطيب الشربيني. وعبارته وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها انتهت، دي عبارة الخطيب. قوله تأخذ كل واحدة منها جميع البدن، أي تسع كل واحدة من اللفائف دي جميع بدن الميت إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. قوله ليس فيها قميص ولا عمامة، أي ليس فيها حيث اقتصر على الثلاثة قميص ولا عمامة، وهو الأفضل في حق الذكر، فإن زيد قميص وعمامة لم يكره. سيدنا عثمان بن عفان كفن بإيه؟ بثلاث أثواب وقميص وعمامة مثلا، ما فيهاش حاجة. وفي جمع من الصحاب، سيدنا عثمان كان غني تارك أموال كتيرة، فما تفرقش بقى معاهم، دي الحكايه دي بسيطه فما فيهاش مشكله. دي عمامه اللي هي ما يلف حول الراس يسموه عمامه، ما يلف حول راس الميت يسموه عمامه. بتلفها كده حول راسه، واخد بالك؟ تعصبه بيها بس، دي اسمها عمامه. وبعد كده في الاخر بتقفل اللفائف بقى، مش بتخلي العمامه بره. ما هو قتل بس مش شهيد معركة، ده قتل في بيته، ياخد أجر الشهيد لكن ليس شهيد معركة. وهو الأفضل في حق الذكر، فإن زيد قميص وعمامة لم يكره، لكنه خلاف الأولى كما مر. قول وإن كفن الذكر في خمسة فهي الثلاثة المذكورة، أي أو اثنان منها وإزار وقميص وعمامة، وهو أفضل من الثلاثة مع القميص والعمامة فقط، وإن كان الاقتصار على الثلاثة هو الأفضل في حق الذكر كما مر. قول وقميص وعمامة، أي إن لم يكن محرما. قول أو المرأة ومثلها الخنثى، يبقى الخنثى بنعاملها معاملة المرأة احتياطا، احتياطا لأن الواجب فيها الستر. وقول في خمسة وهو أفضل من الاقتصار على ثلاث لفائف في المرأة كما هو الفرض، وعلى الرجل تكفين زوجته التي كانت تجب نفقتها عليه، تبقى في مال زوجها، يعني الكفن في مال الزوجة مش في المال اللي تركاه الزوجة، في مال الزوج إن كان عايش يعني.
لأن ما زالت نفقتها واجبة عليه، التي كانت تجب نفقتها عليه ولو رجعية، ولو كان مطلقة طلقة رجعية وماتت في العدة بتاعتها، يبقى برضه هو اللي يجيب لها الكفن، لأنه هيورثها برضه. يعني لو طلقها طلقة رجعية وماتت يرثها زوجها طالما في ايه، في العدة يعني. وكذلك هو لو مات ترثه، يبقى لسه في علقة يعني. بخلاف البائن إلا أن تكون حاملا. البائن يعني ايه؟ يعني خلعته، أو الطلقة الثالثة يسموها بائن. إذا كان خلعا يسمى بينونة صغرى، على أساس إن إيه؟ بينونة صغرى بحكم القاضي، لو كانت أول مرة يعني يطلقها وكان هذا الطلاق خلع، فيبقى إيه؟ يسمى له حكم الطلاق البائن، يعني لا يستطيع أن يردها في العدة لأنه بحكم القاضي، يبقى يسموه بائن. أو طلقها الطلقة الثالثة فلا يستطيع أن يردها وإن كان لها عدة، واخد بالك؟ يسموها بائن، يبقى بينونة كبرى وصغرى. بخلاف البائن إلا أن تكون حاملا، يعني لو ماتت وهي حامل تبقى عدتها، تبقى زوجته برضه، يبقى ايه؟ هيكفنها. ولو مات الزوجان معا في حادثة عربية، الاتنين ماتوا مع بعض، أو في انفجار أو زلزال تهد عليهم أي حاجة، ماتوا مع بعض، ولو مات الزوجان معا لم يجب تجهيز الزوجة من تركة الزوج، لم يجب. يبقى هنا نشوف المرأة سايبة ايه ونجهزها من مالها، وهو سايب ايه ونجهزه من ماله. ولكن يجوز، خد بالك، لا يجب، لكن يجوز انك تجهزها من مال الزوج برضه، ما فيهاش مشكلة. احنا بنتكلم في الوجوب، لا يجب يعني، لا يأثم يعني. لو ولو ماتت الزوجة وخادمها معا، الزوجة والسواق بتاعها رايحين مشوار، عملوا حادثة ماتوا الاتنين، كويس، وده الراجل ده جوزها بقى، يجهز الخادم كمان ولا يجهز الزوجة؟ ولم يجد الزوج إلا ما يجهز به أحدهما قدمت الزوجة، ولو كان له زوجتان حرة وأمة، أو مسلمة وكتابية، وماتوا الاتنين مع بعض. كل دي يعني إيه؟ أمثلة علشان تتعلم الحس الفقهي، بيعلم فيك الحس الفقهي. ولو كان له زوجتان حرة وأمة أو مسلمة وكتابية وماتا معا ولم يجد ما يجهز به إلا إحداهما، فهل يقدم كل من الحرة والمسلمة على الأمة والكتابية لشرفهما عليهما، أو يقرع بينهما؟ بكل قيل، والظاهر الثاني إنه يقرع بينهم بكل قيل، يعني الاثنين قيل، لكن طب أيهما أولى؟ قال لك الظاهر الثاني إنه يقرع بينهم. قوله فهي إزار وخمار إلى آخر عبارة غيره، إزار فقميص فخمار فلفافتان، فكان الأولى العطف بالفاء هكذا ليفيد الترتيب، كما صنع كذلك في المنهج والخطيب. والإزار ما يشد على الوسط ويؤتزر به فيما بين السرة والركبة، وهو المسمى في كلام الناس بالوزرة. والخمار ما يغطى به الرأس، والجمع خمر، مثل كتاب وكتب، يقال اختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار. قوله وأقل الكفن ثوب واحد يستر عورة الميت على الأصح، هذا ضعيف، هذا ضعيف، لأنه بيقول لك يستر عورة الميت، ده ضعيف، الراجح أن يستر بدن الميت كله، كويس. والمعتمد أن أقل ثوب واحد يستر جميع بدن الميت إلا رأس المحرم ووجه المحرمة، وهذا هو الذي صححه النووي في مناسكه، واختاره ابن المقري في شرح إرشاده كالأزرعي تبعا لجمهور الخراسانيين، وحمل الأول على حق الله اللي هو ستر العورة فقط، والثاني على حق الميت اللي هو بقية البدن، مشوبا بحق الله. والحاصل أن الكفن بالنسبة لحق الله فقط ثوب يستر العورة، وبالنسبة لحق الميت مشوبا بحق الله ما يستر بقية البدن، وبالنسبة لحق الميت فقط الثوب الثاني والثالث، فكل من الأول والثاني لا يسقط بوصية ولا غيرها. أما الأول والثاني، يعني الأول اللي بيستر العورة والثاني اللي بيستر بقية البدن، ده لا يسقط بوصية ولا بغيرها. أما الأول فلأنه حق الله، حق لله، وأما الثاني فلشائبة حق الله،
فلو أوصى بساتر العورة فقط لم تصح وصيته. والثالث الذي هو حق الميت الشامل للثوب الثاني والثالث يسقط بالوصية، فلو أوصى بثوب واحد يستر جميع البدن كفن به، ويسقط أيضا بمنع الغرماء لا بمنع الورثة. وتقدم الفرق بينهما، قول ويختلف بذكورة الميت أو أنوثته وأنوثته. ففي الذكر ثوب يستر ما بين سرته وركبته، وفي الأنثى على القول اللي هو إيه الضعيف، وفي الأنثى ثوب يستر ما عدا الوجه والكفين، على أساس أن الوجه والكفين عند المرأة ليس بعورة، سواء كإلا عند الوهابية جعلوها أشد من القبل والدبر، وجه المرأة جعلوه في العورة أشد من القبل والدبر. تصور بقى حاجة غريبة، ده بيقولي ساعات في العيادة أكشف على دبر المرأة وما أشوفش وشها، يكون عندها بواسير مثلا، يعني شيء عجيب يعني، مش ملاحظ الحكاية دي غلط يعني، يعني التصور غريب شوية، لكن هم فضلوا يبالغوا في تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، لدرجة خلوا وجه المرأة أشد من إيه؟ من عورتها الأصلية. فيعني الاعتدال حلو، والواحد يفكر كده بالراحة ويعتدل، علشان المبالغة ملهاش لازمة، المبالغة في أي حكم ملوش لازمة. ويختلف، احنا قلنا هنا ايه، ويختلف بذكورة الميت وأنوثته، ففي الذكر ثوب يستر ما بين سرته وركبته، وفي الأنثى ثوب يستر ما عدا الوجه والكفين، سواء كانت حرة أو رقيقة، لأنه لا رق بعد الموت. احنا اللي عارفين ان عورة الرقيقة الأمة كعورة الذكر في حال حياتها، الأمة اللي هي مش موجودة دلوقتي عورتها كعورة الرجل من السرة للركبة، تبقى الست كده سديها باين كده من غير ستيان وتصلي صلاة صحيحة إذا كانت أمة. شوف قد إيه إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة، لأن الأمة في الخدمة وطول النهار قاعدة بتشيل حاجات وتحط حاجات وتعمل، فيقوم الشرع ينظر إليها بالتيسير فيقول لها صلي على حالك، واضح تيسيرا عليها. فإذا ماتت لا رق بعد الموت، تحررت، فيبقى ما أقولش بقى يستر عورة الأمة يعني من السرة للركبة، لا، يبقى جميع بدنها لأنها تحررت بوفاتها. خدت بالك؟ ده معنى كلام الشيخ. وهذا مبني على الضعيف السابق فيكون ضعيفا أيضا. والمعتمد أن الواجب ثوب يستر جميع بدن الميت فلا يختلف بذكورة الميت وأنوثته. قول ويكون الكفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته، دي آخر فقرة بقى إن شاء الله ونخلص، عشان إحنا نقف على الصلاة، نخلص الكفن النهاردة ونقف على إيه الصلاة. فيجوز أن تكفن المرأة والصبي من الحرير والمزعفر وما أكثره منهما، يعني من الحرير أو من المزعفر، لجواز لبسهما لذلك في الحياة، ولا يجوز ذلك في الرجل. ومثله الخنثى لأنه ليس له لبسه حيا، يعني الخنثى في لبس الحرير نغلب التحريم، لا تكون راجل ما تلبسيش حرير، كويس، وفي موضوع الستر نغلب حكم الأنثى. فهمت المسألة؟ ومثله الخنثى لأنه ليس له لبسه حيا، ولا يجوز التكفين بالمتنجس مع القدرة على الطاهر، يعني ما يتكفنوش في ثوب متنجس مع القدرة على الطاهر. متنجس يعني وقعت عليه نجاسة. وإن جاز للشخص لبسه حيا في غير الصلاة، وإن كان في حال الحياة ممكن تلبس ثوب متنجس طالما أنت مش ناوي تصلي، لكن الميت لا، واضح. وإن جاز للشخص لبسه حيا في غير الصلاة فإن لم يوجد الطاهر صلي عليه بعد طهره ثم يكفن بالمتنجس. طب افرض ما عنديش الا الثوب المتنجس ده اللي هكفنه فيه، وما عنديش ميه الا على قد ما اغسل الميت، لان لو استعملتها اطهر الثوب اللي هكفنه فيه مش هعرف اغسله، تقول لك غسل الميت واستره كده باي ساتر وصلي عليه وهو متغسل كده قبل ما تلفه بالمتنجس، هنلفه بالمتنجس وايه وادفنه. فهمت الصوره دي؟ قوله ما يلبسه
بفتح الباء يلبسه، مضارع لبس بكسرها. قال تعالى: ويلبسون ثيابا، غير يلبسون. يلبس الشيء يلبس بالكسر كده يعني يخلط. ولا لبسنا عليهم ما كانوا ايه يلبسون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني خلطنا عليهم الامر، نبعته ملك في صورة رجل وتفتكروا رجل وهو ملك. يبقى ايه اللي هي منها اللبس، يقول لك المسألة فيها لبس يعني خلط، سوء فهم. انما اللبس بقى اللي هو اللبس ده اللي هي بتاع، يقول ايه يلبس مش يلبس بفتح الباء، يلبس لا يلبس. يبقى لبس بكسرها. قال تعالى: ويلبسون، يبقى الماضي بتاعه لبس يلبسوا، كويس، لبس يلبسوا. وقال تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا. واما لبس بفتح الباء يلبس بكسرها فمعناه خلط يخلط. قال تعالى: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، وليس مرادا هنا. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على ويكبر عليه، اللي هي بقى الصلاه على الميت، يوم السبت القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وجزاكم الله خير.